الامور. طيب عموما انا بس عشان الفيديو ما طولش 24 دقيقه والوقت يعني انا ما ارد يا استاذ رعد، لو انت عايز انزل لك الرابط تطلع تتكلم معايا انا تحت امرك. انا مش شايف بصراحه، انا مش شايف التعليقات، انا عادي لو في اسئله ماشي، ولو عايز الرابط تطلع تتكلم مباشر انا ما عنديش مشكله، انزل لك الرابط اكتب لي في التعليقات، لو عايز انزل لك الرابط ماشي اتفضل. طيب حاضر. هذا الرابط او اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت عندك بس يا استاذ رعد. أنا ما تبت على شخص على ما بدأ الرمح غالي والفريسة ذبابة، يعني رمحك غالي وهالرمية لما ترميها ذبابة أنت تدين نفسك، فعدم الرد بحد ذاته هو يعني عدم الرد تحجيم سين من الناس قدره طبيعي. في بداية إنشاء أستاذ رعد، أنا ما سمعتش حضرتك، بس عايزك تبدأ من الأول عشان أسمعك بس، الله يكرمك، عشان كان الصوت واطي بس اتفضل. سامعني يا أستاذ رعد؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. تسجيل يوتيوب أتحدى، إذا ذكر ينكر أتحداهم ينكروا، والله إنهم ذكور أكثر منك وكلهم نفسهم يطلعون، ولكن اتفقنا شفنا إنه فعلا هذا الموضوع يخدمك. وكلهم اتفضل يا استاذ. نفسهم يطلعون، ولكن اتفقنا شفنا انه فعلا هذا الموضوع يخدمك، وانت تتصرف بخبث، وانت بالبدايه مكشوف. بعض الاخوه انصحونا والله، قالوا يا جماعه والله الرجل مو مضبوط اتركوه. قلنا يا جماعه احنا ايش نبي منه؟ هو يوتيوبر بالنتيجه هواه معنا، وندعمه عشان يعني يوصل صوته ويزيد عددنا. اموره الشخصيه ما لنا علاقه فيه، من اليوتيوبر اللي معنا قالوا مو مضبوط نعرفه عن قرب، هذا الشخص صفر على الشمال. وتجاهلنا بعض الزوايا اللي انا بعدين شفتها شخصيا والكل شهود عليك، وتجاهلناها وتركناك. جيت تبي تشكك عاد في المجموعه، يعني حتى لو في شخص ائتمنك يا اخي ليش تخون الامانه؟ الرجال ما يخونون امانات بعضهم، عندنا امانات البعض كثيره. كثير من الناس عندي امانات لهم. والله وصلنا في العداء للنخاع وساؤولي وحدث في مجالسهم مؤامرات شخصية علي أنا، وصلتني كل تفاصيلها. والله ما ذكرتهم في عيب واحد، ولا تطرقت لهم في عيب، ولا عمري خنت ثقتهم، ولا قلت أعرف عن فلان كذا وأعرف عن فلان كذا إطلاقا. هذه أمانات. أنت إذا واحد ائتمنك تطلع بحلقة تفضحه، والله أنك غريب وعجيب. والعتب على الإخوة اللي يتابعون. لما قلنا تابعوك شافوك على حقيقتك، صرت تشتغل بهواء قطر، وراح أثبت هذا بما لا يقبل جدل. لما صرت يا أستاذ رعد، أستاذ رعد يا ريت الصوت، يا أستاذ رعد قرب الصوت منك شوية، الله يكرمك. والله انك غريب وعجيب. والعتب على الإخوة اللي يتابعونا، لما قلنا تابعوك شافوك على حقيقتك، صرت تشتغل بهواء قطر،
وراح اثبت هذا بما لا يقبل جدل. لما صرت تشتغل بهوى قطر وبمفرديات قطر وبصور قطر تعتمدها. استاذ رعد، استاذ رعد انت سامعني؟ استاذ رعد انت سامعني؟ ايوه سامعني؟ سامعك. جزاك الله خير يا استاذ محمد، كويس كده خالص والله. طيب يا اخواني، اولا اللي دخل عليا مش رعد الشلال، دخل عليا واحد كذاب، انسان مش محترم، فيعني عموما انا مش مشكله يعني. عايز اقول طبعا انا يعني هو عمل الحكايه دي برضو معايا على قناه يعني، لكن احسن الاستاذ في اخ هنا قال ده مش صوت الاستاذ رعد. مين هو؟ ايوه الاستاذ عبد الرحمن الزبيدي، هذا مو رعد الشلال. نعم جزاك الله خير استاذ عبد الرحمن. شوف يا اخوانا انا ما عنديش مشكله مع اي حد، اي حد انا مستعد اناظره هنا، مستعد اناظره هنا وناظره في كل كلمه هو بيقولها. لكن قبل ما الحمد لله ان هو عطانا، انا كنت هنهي البث لكن عطلني، لكن الحمد لله طبعا عشان اوضح التدليسه الاخرى اللي دلسها الاستاذ ايه؟ الاستاذ رعد الشلال. الاستاذ رعد الشلال قال، خلي بالكم الاستاذ رعد الشلال قال ايه؟ قال ان مصر وافقت على السد، على بناء السد سنه 2008. الصوت واضح ايها الاخوه ولا مش واضح؟ انا عايز حد بس يكتب لي يا جماعه الصوت واضح ولا لا؟ الاستاذ رعد قال ايه؟ قال ان مصر وافقت على بناء السد سنه 2008. وانا بقول له انت ليه اقتطعت الكلام من سياقه وما كملتش المعلومه؟ تمام؟ وانا هقول لكم دلوقتي، اولا مصر لما والكلام ده ذكره الدكتور مفيد شهاب، الدكتور مفيد شهاب قال ان مصر وافقت على التنميه في اثيوبيا سنه 2008 وكانوا وافقوا على بناء سد لاثيوبيا، لكن هذا السد كان بسعه 12 مليار متر مكعب. فلما ما حصلش فيه اتفاق وان هم كانوا عايزين يبنوا ساعه اكتر من كده، فمصر اصلا لا وقعت ولا مصر وافقت على سد بهذه السعه اللي هي ايه؟ اللي هي 74 مليار متر مكعب. وانا هوريكم دلوقتي خليكم معايا، هوريكم الكلام عشان بس يبقى ايه الكلام يبقى واضح، عشان اوريكم بس التدليس يعني ايه؟ يقول لك ايه؟ فلا تقربوا الصلاه. اهو واضح قدامكم، الصوره واضحه، وقفوا معايا. شهاب، مصر وافقت على بناء سد النهضه في 2008 وهذا سبب الخلاف، والكلام ده كان بتاريخ كام يا اخوه؟ 4/17/2018. واخدين بالكم ده ماشي زي بتاع في مصر. طيب كتب احمد مسعد، قال مفيد شهاب، الدكتور مفيد شهاب استاذ القانون الدولي ووزير التعليم العالي الاسبق، ان اسبوع القاهره للمياه شهد عددا من المناقشات الهامه مؤكدا ان مصر وافقت على بناء سد النهضه في عام 2008. الاستاذ رعد جاب لغايه هنا وسكت وكانه بيقول مصر لا تلوم الا نفسها، يعني مصر هي وافقت على بناء سد النهضه والنهارده جايه تعمل لنا مشكله؟ لا والله احنا ممكن هم يحاربوا لوحدهم. يحاربوا والا لو مش هيمشي على الكلام هذا، يعني معنى الكلام بتاعه هذا مفادهم ان مش هيمشوا معنا احنا خلاص يعني يحاربوا لوحدهم. واضاف شهاب في كلماته خلال الجلسه دور وسائل الاعلام في التوعيه بقضايا المياه ضمن فعاليات اليوم الرابع لاسبوع القاهره للمياه ان تاريخ مصر حافل بالتعاون مع دول حوض النيل، مؤكدا ان مصر لا تفرط في حقوقها التاريخيه والمعاهدات. واضاف ان حصه مصر من المياه 55 مليون متر مكعب سنويا ثابته منذ ان كان عدد السكان 26 مليون نسمه، وحتى الان مؤكدا ان القانون الدولي لا يمنع الدول من بناء السدود شريطه عدم تضرر دول المصب من تلك المشروعات، شريطه عدم التضرر هو ذكر كلمه عدم، ذكر مواصفاته ايه؟ واوضح ان اثيوبيا عرضت مشروع سد النهضه على مصر في عام 2008 وعرضت مواصفات تتمثل في تخزين 12 مليار متر مكعب. هذا هو، اتفضل. ليه ما جبتش دي يا استاذ رعد؟ ليه؟
ومصر وافقت على المشروع مضيفة لمعايير ومواصفات السد تغيرت بعد عام 2011، ومن هنا تولد الخلاف. إذا يا أخي الكريم، الخلاف تولد عشان اختلفت، واخد بالك إزاي؟ ليه أنت اقتطعت الكلام من سياقه وقلت مصر وافقت؟ وفي كتير بنشوفها من التعليقات إن مصر وافقت على بناء سد النهضة 2008. يا سيدي، مصر وافقت ب 12 مليار متر مكعب، حتى لو إثيوبيا بعد ما تملى 12 مليار متر مكعب ونكثت في عهودها وقعدت تلعب معانا، أقل حاجة خالص 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 هنعمل إيه؟ هنضرب السد. 12 مليار مش هيعملوا لنا حاجة، يعني الضرر بتاعهم ممكن يعني يتدارك عادي جدا، يعني تاخد بالك إزاي؟ لكن على الأقل خالص، وال 12 مليار دول هيحجز قد إيه؟ هو كمان مش هيقدر يلعب معانا، لأن السد 12 مليار مش هيمنع 74 مليار، ده حاجة ضخمة جدا قنبلة. فعشان أختم بس،